ما يجان الحكم البنادم اللي كاتن الفريق شنو انك غادي نك الصباح يا في تكرم مشا يسكن ولا كراويدي يسكن نيغ مقال كان بنادم انه دار سوري عزان التني ما تصبح هذا يخسد الريح قصد وريلي والو يخسد الريح ولا بنادم يغدي فوق يفد كراو قضيت يسكن ولا كرازون ضي كان التري انا في عاده فستين وعرف التطير اشكون كنت كتين في التون في الطيارة في الطياره يعني يقضض بعد ما نقصد ارزاق التنين يغري تهل ولا غري سكر كان التجاره ما راه تسكر قال التسي يا وجديك اتينا كيسك تفري وانت تتبي التني التهلخ ولا التهلح التهلح ولا التهلح لكن ادر اسكر تجاره ولا اسكر تجاره اسكر تجاره ولا اسكر تجاره وكان قال تبي يفراون انت جديك ثاني هان المسائل كله أورلين إلا داح ما يفتونا أس القرآن قال يسكر الفريق خشن أس القرآن يغري يسكر كالحجد يدرز من القرآن المصحف يعني قسيه فيك يعني ما قرد كالآية اللي غديوي اللي فولكين عليك التيني صافي المسألة اللي يسكر تفولكي رد مضغ رد كملها غارسينو يغني يفك الآية ورتي تعجب لكن هو عن المسائل اللي دعزم هذا سكر هانو تفولكي يخسد الريح يا مدنهان القرآن وردي كويز المصحف وتذكر ربي تبارك وتعالى باش تذكر التشاؤم التطير هل المسائل كله أورلينت ما يقان ضد التطيرات ضد الفلد يخشن التيقان ضد نستيقان أي توكل ربي تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هان بنادن أيجل أن أمور نسخ وخصنا ربي تبارك وتعالى يلوح الأمور نسخ كله في التوكل ربي تبارك وتعالى باش تنجو ربي أظن المسائل التي تسفغ لغ الدين تسفغ لغ الإسلام هل تستورينا أن يتقى مشرك هل يتقى من هذا المسلم يكيمي كيولي ديك مشرك وأن يتصدق أن الأمور هل يتري يغي زركرا إنك أنا أصدق كرا وأنا أصدور أسكرا وأنا أصدور دربح هل نغاد يري هل يتكلم مسائل الشركية هل توحيد نس إنقط